خلينا نتكلم عن النوع ده من فكرة يعني الإعاقات، وهو الشلل الدماغي تحديدا، والنسب فيه والنسب اللي بتسمح إن هم يمارسوا رياضة كمان بتبقى تقريبا بقد إيه؟ خلينا نعرف من حضرتك. هو بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بالنسبة لإعاقة الشلل الدماغي، هي نوع من أنواع الإعاقات الحركية، عكس اللي هو متعارف عليه ان الناس بتقول على ان اللي عنده شلل دماغي ده اعاقه ذهنيه. لا، هو اعاقه حركيه في الاول، قد يكون مصاحب لاعاقه ذهنيه نتيجه مضاعفات خاصه بالاعاقه. نسبتهم وسط الاعاقه الحركيه كتيره، يعني النسبه بتاعتهم كبيره، لكن مين قدرنا ازاي نوصل لهم؟ دي كانت التحدي الاكبر اللي قدام الاتحاد المصري لرياضه اللاعبين ذو الشلل الدماغي، وقدر يوصل لعدد كبير منهم خلال 4 سنوات بس من اشهار الاتحاد. جميل. طيب ودلوقتي بقى عندنا، هل مرضى الشلل الدماغي الرياضيين منهم والرياضيات، هل نقدر نقول ان احنا عندنا مجازا منتخب مصري لرياضات مختلفة كل اللي بيمارسوها من يعني من المرضى بالشلل الدماغي؟ هو أولا أستاذ كامل لو سمحت لي، يعني الشلل الدماغي إعاقة وليس مرض، وعشان بس الناس بتخلط ما بين المرض والإعاقة. المرض ممكن في شفاء منه باستخدام حاجات كتيرة، أما الإعاقة فكل الحاجات اللي أنا بعملها هي عبارة عن تقليل الآثار المترتبة على الإعاقة، بحيث تساعد الشخص على إنه يعيش حياة أقرب إلى الطبيعية، مش طبيعية، أقرب إلى الطبيعية. أيوة. بالنسبة لإعاقة الشلل الدماغي أو اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، عندنا في الاتحاد حوالي 4 ألعاب: سباحة، ألعاب قوى، بوتشة، كرة قدم، والغريبة كرة القدم السباعية. بالنسبة للاعبين هنا، يمكن عايز اقول لحضرتك ان احنا بدانا ب 45 لاعب في 2018، انا النهارده عندي 500 لاعب. انت الاتحاد اصلا اتاسس في 2018؟ في 2018، وبدا نشاطه الفعلي في 2019، 4/2019 بالظبط. بدانا من السنه دي نبدا نقول للناس ان في رياضات خاصه بالاشخاص ذوي الشلل الدماغي، بعد ما كانوا الناس يعني بيخبوهم او ما بيظهروهمش للناس، لا بداوا يظهروهم، لان في مجال يقدر ابنه يكتشف فيه امكانياته ويقدر يحقق ذاته. فبدانا البدايه دي، وكانت بدايه مبشره الحمد لله رب العالمين. ويمكن استاذ كريم انا عايز اقول لحضرتك ان احنا الاعاقه الوحيده اللي ما كانش ليها لا قاعده ممارسين ولا ليها امكانيات موجوده ولا ادوات. يعني اول ما بدانا، والكلام ده كان في 2016 لما بدات اللجنه البار اولمبيه الدوليه تقول اي لعبه موجوده في اللجنه البار اولمبيه المصريه لابد انها تنفصل ويكون لها اتحاد خاص بيها. احنا بدانا اجراءاتنا، ربنا اكرمنا في 2018، بس لما جينا ننشئ الاتحاد ما لقيناش ولا حاجه ممكن تساعدنا ان احنا نبدا شغلنا. وايه اللي حصل بعدها بقى؟ لو عايز اقول لحضرتك، يمكن استاذه نهاوند قالت البوتشه، او حضرتك بدات بالبوتشه، انت تعرف ان احنا بدانا بصناعه محليه للكور بتاعتها. لان ادوات غاليه جدا، وكانت الامكانيات الماليه بتاعتنا ضعيفه جدا، فبدانا نعمل الادوات دي صناعه محليه. طب احنا ممكن نعرف الناس بس البوتشه ايه هي، علشان مش كل الناس عارفاها. البوتشه دي لعبه خاصه بفئه الشلل الدماغي من شديد الاعاقه، اللي عندهم الاربع اطراف في ضعف شديد جدا، ومن مستخدمي الكراسي المتحركه. بتلعب عن طريق ان انا بيبقى عندي كل لاعب ملعبها 12 متر ونص في 6، كل لاعب بيبقى واقف في مربع خاص بيه عند خط البدايه، معاه 6 كور، واحد معاه كور حمراء، واحد معاه كور زرقاء، في كرة جاك أبيض محطوطة على الأرض، بيحاول اللاعب يرمي الكور بتاعته بحيث يقربها من الجاك الأبيض. اللاعب اللي كورته بتبقى أقرب في المسافة للكرة البيضة هو اللي بيعتبر فاز.